بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ الحمد لله خلصنا جزء السيتولوجي ودرسنا الخلية دراسة تفصيلية. ندخل في الشابتر اللي بعده بقى اللي هو بعنوان السيل سايكل، يعني دورة حياة الخلية. دلوقتي احنا عرفنا تركيب الخلية بتتكون من ايه، بتعمل وظائف ايه، وكل اورجانيل بيقوم بوظيفة ايه. الخلية على بعضها بقى بتتصرف ازاي، بتعيش ازاي، ايه هي دورة حياتها من اول ما بتتولد لحد ما بتموت. طيب مبدئيا هي الخلية بتتولد ازاي وبتموت ازاي؟ هقول لك الخلية بتتولد من انقسام خلوي اللي هو الميتوز، انقسام الميتوز، تمام؟ ده بداية ميلاد كده الخلية، ماشي؟ بتموت عن طريق حاجة من 3 حاجات، يا إما إن هي تنتحر اللي هو الأبوبتوزس، تمام؟ يا إما إن هي تموت تتقتل اللي هي النيكروزس. دول كانوا جزئين اللي هما كانوا اتلغوا من شابتر السيتولوجي. لو مش فاهم الكلام اللي أنا بقوله مش مهم خالص، المهم تعرف إن ممكن الخلية ديت ماتت، تمام؟ يعني اتقتلت، تمام؟ لكن ممكن بقى إن هي لو مكملة وما اتقتلتش فممكن تنقسم، تمام؟ ده المسار الثالث للخليه، ان هي تنقسم. لما تنقسم الخليه الاساسيه بتنتهي ولكن بتديني خليتين شبهها، فيعتبر كده ايه، اتولد خليتين جداد هيبداوا يخشوا في دوره حياه جديده. هي ديت السيل سايكل اللي احنا هنتكلم عنها. احنا في الفيديو دوت او في السيل سايكل في العموم يعني هنتكلم عن الانقسام بتاع الخليه. طبعا مرحله السيل سايكل او دوره حياه الخليه بتبقى عباره عن جزئين، جزء هي عايشه فيه حياتها الطبيعيه، بتمارس انشطتها الطبيعيه او بتقوم بوظيفتها الطبيعيه، وجزء هي بتنقسم فيه. هنفرض مثلا خليه موجوده في الغده النخاميه مثلا، وظيفتها ان هي تصنع الجي اتش هرمون، ماشي؟ فهي في مرحله معينه وظيفتها ان هي قاعده تصنع الجي اتش هرمون، لا هي قاعده مستقره وبتصنع الجي اتش هرمون بتاعها، تمام؟ جالها اوردر كده من المخ، او يعني جالها امر ان هي تنقسم، احنا عايزينك تنقسم دلوقتي. هتروح جايه موقفه الوظيفه بتاعتها اللي هي تصنيع الجي اتش، وتبدا تخش في مرحله الانقسام. بعد ما تخلص الانقسام هترجع لوظيفتها الطبيعيه تاني ان هي تكون الجي اتش، تمام؟ فهي ديت السيل سايكل. السيل سايكل عندنا بتتكون من جزئين كبار، يعني هي شايف الدوريه ديت هي السيل سايكل، ده يعتبر ملخص المحاضره، يعني احنا هنشرح عليها وبعدين هنرجع نقرا الكلام بقى في الداتا ونفصل التفاصيل اللي هي ما بين السطور يعني وكده، لكن هناخد نظره عامه عن المحاضره كلها في الصوره ديت ان شاء الله، تمام؟ احنا عندنا السيل سايكل عباره عن مرحلتين كبار، مرحله اللي هي بنسميها انترفيز، وانتر يعني بين، فيز يعني مرحله، انترفيز يعني بين مرحليه، ديت اللي هي المرحله اللي ما بين انقسام وانقسام. دلوقتي الخليه انقسمت انقسام ميتوزي، والمفروض ان نفس الخليه ديت هتبدا تنقسم انقسام ميتوزي بعدها بشويه، تمام؟ فبتعيش مرحله في النص كده ديت اللي بنسميها الانترفيز. الانترفيز ديت الخليه بتعمل فيها حاجتين، الجزء الاولاني او الحاجه الاولانيه ان هي بتقوم بالوظيفه بتاعتها عادي جدا، تمام؟ هي خليه بتصنع هرمون، هتروح تقعد تصنع الهرمون دوت، خليه بتصنع اكسجين، بتصنع قصدي انزيم، هتقعد تصنع الانزيم دوت، بتصنع ليبيد، هتقعد تصنع الليبيد دوت، وهكذا بقى، تمام؟ وجزء تاني بقى بتبدا تستعد فيه للانقسام اللي بعدها، زي مثلا ان هي تضاعف الدي ان اي بتاعها، تخزن بعض المواد الغذائيه اللي هتحتاجها اثناء الانقسام، الحاجات دي كلها، تمام؟ فديت المرحله اللي هي بنسميها الانترفيس. تاني مرحله المرحله اللي بنسميها ام، او اللي هي الميتوز، اللي هي خلاص هي دخلت في مرحله الانقسام بقى. يبقى دلوقتي دوره حياه الخليه بنصنفها لحاجتين كبار، يا اما مرحله اسمها انترفيس، ديت المرحله اللي الخليه بتمارس فيها انشطتها الطبيعيه، والمرحله اللي اسمها الميتوزز اللي هي المرحله اللي الخليه بدات تنقسم فيها، بدات تنقسم انقسام ميتوزي، تمام كده؟ تمام. الانترفيس ديت بتنقسم لي 3 مراحل كبار، مرحله بنسميها جي 1، مرحله بنسميها اس، مرحله بنسميها جي 2. واحده واحده كده. يعني ايه جي 1؟ جي اختصار لكلمه جاب، جاب يعني فجوه، يعني فتره كده من حياه الخليه هي يعتبر ما بتعملش فيها حاجه، تمام؟ وسميناها 1 لان احنا عندنا 2، فهي بقى في جاب 1 وجاب 2، تمام؟ عايز اقول لك ان جي 1 دي بقى هي ديت فعلا المرحله اللي الخليه فيها بتمارس حياتها الطبيعيه جدا، تمام؟ يعني الخليه عايشه حياتها، بتصنع بروتين، بتصنع انزيم، بتعمل الوظائف بتاعتها، هي لا بتنقسم، بتمارس حياتها الطبيعيه جدا. عارفين انا بحب امثل الموضوع بتاع السيل سايكل دوت بالدكاتره، تمام؟ دلوقتي الدكتور اثناء ما هو عايش حياته الطبيعيه، هو مثلا بيروح يشتغل في مستشفى، بيروح يشتغل في عياده، بيروح بيته، بينام، اللي هو ايه، بيمارس انشطته الطبيعيه جدا، ما بيعملش اي حاجه غير ان هو بيمارس حياته الطبيعيه، بيشتغل في عيادته، بيشتغل في المستشفى، بيذاكر، بيشوف اهله، بتاع الكلام ده كله، تمام؟ فرضا بقى الدكتور ده جاله مؤتمر، تمام، وقرر ان هو يسافر، هيبدا يوقف شغل العياده وشغل المستشفى دوت، ويبدا يجهز الشنط بتاعته ويجهز هدومه ويجهز الحاجات اللي هو محتاجها، ويبدا يمشي في اجراءات السفر. هو بالنسبه للخليه فهي كده، الخليه بتعيش حياتها الطبيعيه ان هي تصنع بروتين وتمارس انشطتها الطبيعيه جدا اللي هي وظيفتها اللي هي المفروض بتعملها، تمام؟ لكن وانس ان هو جالها اوردر ان هي تنقسم، تبدا بقى
توقف وظيفتها الطبيعيه ديت وتبدا تجهز نفسها عشان تخش في مرحله الانقسام. وبعد ما بتخلص الانقسام اللي هو زي ما الدكتور بيرجع من السفر يعني، بترجع تمارس حياتها الطبيعيه تاني. ففتره الجي 1 ديت هي الفتره اللي الخليه فيها بتمارس حياتها الطبيعيه، ماشي، بتصنع بروتينها وبتقوم بوظيفتها والحاجات ديت، تمام. ساعات بنسميها السيل جروث، سيل جروث على اساس ان هو ديت اول مرحله بعد انقسام الخليه. هنا احنا في خليتين صغيرين كده نتجوا من الانقسام، فطبعا الخليه بتكون لسه خليه صغيره ناتجه من الانقسام يعني، فبتبدا في مرحله من ان هي تكبر وتبقى خليه ماتيور بقى كبيره كده، ماتيور يعني ناضجه يعني، تمام. وديت المرحله اللي ممكن الوقت بتاعها يتغير ما بين خليه وخليه. يعني دلوقتي ما تقنعنيش ان كل الخلايا بتنقسم بنفس المعدل، في خلايا بتنقسم بسرعه جدا، في خلايا بتنقسم بسرعه اقل، في خلايا ما بتنقسمش خالص، تمام. فعايز اقول لك ان كل المراحل بتاعت السيل سايكل مدتها ثابته ومعروفه. يعني شايف الاس فيز دي مدتها ثابته ومعروفه، الجي 2 ديت مدتها ثابته ومعروفه، الام فيز مدتها ثابته ومعروفه، لكن الجي 1 دي بقى بتختلف من خليه لخليه. خليه بتنقسم بسرعه هتلاقي الجي 1 فيز عندها قليله جدا، هي بتخلص انقسام تدخل في الانقسام اللي بعده، تخلص انقسام تدخل في الانقسام اللي بعده، تمام. في خليه ممكن تقعد في الجي 1 مثلا 5 6 سنين، خليه بتنقسم انقسام واحد كل 5 6 سنين، فهي كل الخمس ست سنين دول هي قاعدهم في الجي 1، تمام. في خلايا تانية ما بتنقسمش خالص، فبتفضل مأثورة في الجي 1، ما بتخرجش من الجي 1، هي بتدخل من الجي 1 وما بتخرجش منه، وساعتها بنسميها جي 0، ماشي. يعني الجي 1 دي بنسميها جي 0، يعني الخلية اتحبست في الجي 1 دوت او الجي 0 دوت وما خرجتش منه، وده معناه ان الخلية دي مش هتنقسم تاني، زي ما هنشوف بعض انواع الخلايا بعد كده، هنشوف ايه انواع الخلايا اللي بتنقسم وانواع الخلايا ما بتنقسمش وكده يعني، تمام كده. يبقى عرفنا كده الجي 1 ديت اول مرحله في الانترفيز، الخليه بتقوم بوظيفتها الطبيعيه جدا، ما بتعملش فيها اي انشطه ولا اي حاجه، تمام. الخليه امتى تخرج من جي 1؟ لو قررت ان هي تعمل انقسام، تمام. اول قرار تعمله لما الخليه تبدا تعمل انقسام بقى ان هي تضاعف الكميه بتاعت الدي ان اللي جواها. دلوقتي هتكون خليتين، كل خليه جديده لازم يبقى فيها نسخه تيبيكال من الدي ان ايه اللي كان في الخليه اللي قبلها، اذا هتبدا تضاعف الدي ان ايه اللي جواها. طيب بتضاعف الدي ان ايه دوت ازاي؟ هقول لك، الخليه في الوضع الطبيعي اللي هو في الجي 1 دوت بيبقى جواها 46 سنجل ستراندد ار ان ايه ام سوري 46 سنجل ستراندد دي ان ايه، تمام. يعني بالشكل ده كده شريط الدي ان بيبقى بالشكل ده، اللي هو بيبقى اسمه كروماتيد، تمام. يبقى عنده ادي كروماتيد، ادي كروماتيد، ادي كروماتيد، ادي كروماتيد، ادي كروماتيد، 46 سنجل ستراندد دي ان ايه، يعني شريط دي ان ايه مفرد، تمام، اللي هو كروماتيد واحد. الكروموزوم بيبقى بيتكون من كروماتيد واحد، فين؟ في الجي 1 فيز، تمام. لما بتدخل الاس فيز اللي هي السينثيسيس فيز بتبدا تضاعف الكميه ديت بقى، تمام، تخليهم 46 برضو بس دبل ستراندد دي ان ايه، ماشي. يعني بالظبط بيبقى بالشكل ده. يعني احنا مثلا احنا كنا رسمين كام؟ رسمين 5 كروموزومات اعتبار يعني كمثال يعني، فادي نفس الـ5 كروموزومات اللي كانوا فوق، ماشي. الخمس كروموزومات هنا كانوا سنجل ستراندد، يعني كانوا كروماتيد واحد بس، ماشي. بتروح جاي مضاعفاهم بقى، كل كروموزوم يبقى دبل، اللي هو شكل الكروموزوم الطبيعي اللي احنا عارفينه بقى، بيبقى بالشكل ده كده، تمام. دول بقى بنسميهم ايه؟ بنسميهم 46 دبل ستراندد دي ان ايه، ماشي. دي ديت اختصار لدبل، يعني اللي هو ايه، الكروموزوم بقى فيه 2 كروماتيد مع بعض، تمام كده. انا هنا عندي فيه كام جزء دي ان ايه في المرحله ديت؟ عندي 46 جزء دي ان ايه فقط، تمام. لكن هنا عندي كام جزء دي ان ايه؟ عندي 92 جزء دي ان ايه. ال 92 دول جم منين؟ ما هو كل شريط من الازرق دوت فيه جزء دي ان ايه، والشريط الاحمر فيه برده كمان جزء دي ان ايه، فانا عندي بقى كل كروموزوم بيمثل لي 2 جزء دي ان ايه، بيمثل لي 2 كروماتيد، فانا بقى عندي 46 دبل ستراندد دي ان ايه، تمام كده. ديت مرحله السينثيسيس. سينثيسيس لايه؟ اللي هي الاس فيز ديت سينثيسيس للدي ان ايه، يعني خليه بتصنع نسخه من الدي ان ايه. ساعات بنسميها اللي هي الدي ان ايه ريبليكيشن، ريبليكيشن يعني تضاعف، اللي هي مرحله اللي بيحصل فيها تضاعف للدي ان ايه، تمام كده، تمام. طيب خلاص ضعفنا الدي ان ايه، دلوقتي احنا جاهزين ان احنا ندخل في الانقسام؟ لا، لسه ناقص مرحله. قال لك انا لا كونت ماده وراثيه، بس انا ما جواش مواد غذائيه كفايه تمكنني ان انا اقسم الخليه ديت لنصين، يعني معلش يعني خليه صغيره، ماشي، ما تقدرش بالحجم الطبيعي بتاعها دوت ان هي تنقسم، مش هتكون لك خلايا، مش هتلاقي في خلايا اصلا تنتج من الانقسام دوت. قال لك خلاص كبر لي الخليه شويه، الخليه دلوقتي بقى فيها ضعف كميه الدي ان ايه، خلي جواها برضو ضعف كميه السيتوبلازم، ضعف كميه الاورجانيلز، ضعف كميه البروتين، ضعف كميه المواد الغذائيه، الحاجات دي. فبتبدا تخش في مرحله اللي هي اسمها جي 2 فيز، جي 2 اللي هي جاب 2 فيز ديت اللي هي بنسميها بريباريشن فور ميتوزيس، بتبدا تجهز نفسها بقى عن طريق ان هي ايه،
تزود كميه البروتين اللي جواها، تزود كميه المواد الغذائيه اللي جواها، تزود كميه السيتوبلازم يعني تبدا تكبر في الحجم، تضاعف الميتوكوندريا مثلا اللي جواها، تضاعف الحاجات دي كلها، تمام؟ تبدا تجهز نفسها، عارف زي اللي هو ايه، واحده حامل فبتقعد تاكل كتير علشان هي بتاكل لنفسها وبتاكل اللي في بطنها، كذلك الخليه هي بتاكل كتير علشان هي هتكون خليتين، الخليه الواحده هتبقى اثنين، فلازم بتاكل كتير، بتخزن جواها مواد غذائيه كتير، ديت اللي هي بنسميها الجي 2 فيز. وانس ان احنا خلصنا الجي 2 فيز احنا كده جاهزين ان احنا نبدا في الميتوزيس، اذا انتهت مرحله الانترفيز، تمام؟ يبقى احنا عندنا الانترفيس بتبدا بيه او عباره عن 3 مراحل، مرحله بتبدا بالجي 1 فيز وديت المرحله اللي الخليه بتكون فيها او بتمارس فيها انشطتها الطبيعيه بتقوم بوظيفتها ومش بتفكر ان هي تنقسم اصلا. المرحله الثانيه اللي هي السنسس فيز او اللي هي الاس فيز، ديت الخليه قررت ان هي تبدا تنقسم فبدات ان هي تصنع نسخه جديده من الدي ان ايه، عشان كده اسمها سنسس، تبدا تضاعف الدي ان ايه، بدل ما هم كانوا 46 سنجل ستراند دي ان ايه، لا بقوا 46 دبل ستراند دي ان ايه. احنا عندنا كام كروموزوم؟ والله في الجي 1 فيز وفي الاس فيز وفي الجي 2 فيز هم كلهم 46 كروموزوم، ماشي؟ لكن الفكره في الجي 1 فيز هم 46 سنجل ستراند دي ان ايه، في الاس فيز 46 دبل ستراند دي ان ايه، تمام؟ يعني هنا الكروموزوم كان عباره عن كروماتيد واحد وعباره عن جزيء دي ان واحد، في الاس فيز بقى الكروموزوم عباره عن 2 كروماتيد وفي 2 جزيء دي ان ايه، فبالتالي انا في الجي فيز انا عندي 46 جزيء دي ان ايه، في الاس فيز انا عندي 46 كروموزوم بس ال 46 كروموزوم فيهم 92 جزيء دي ان ايه، فيهم ضعف كميه الدي ان ايه، تمام؟ وهنشوف ازاي هنوزع الدي ان ايه دوت في قدام يعني كمان شويه، تمام؟ تمام. بالنسبه بقى للام فيز اللي هي الميتوزس بقى، خلاص الخليه قررت ان هي تدخل في الانقسام، دي حاجات انتوا خدتوها في ثانوي اللي هو كان الطور التمهيدي والطور الاستوائي والطور الانفصالي والطور النهائي، الحاجات ديت دوت اللي احنا هناخده بقى ان شاء الله في الفيديو ده كمان شويه. يعني اول حاجه بنسميها البروفيز، برو يعني ما قبل، بروفيز يعني ما قبل الانقسام اللي هو الطور التمهيدي اللي انا بمهد فيه للانقسام، تمام؟ ثم الميتا فيز دوت اللي هو الطور الاستوائي اللي هو ميتا يعني تغيير، فده معناه انه مكان الكروموزومز بيتغير لان هم بيترصوا في الطول الاستوائي في نص الخليه علشان تبدا عمليه الانقسام. ثم الانافيز، انا معناها انفصال، تمام؟ فالانافيز بيحصل انفصال للكروموزومز لان كل خليه بقى بتبدا تروح تاخد الجزء بتاعها، تمام؟ الكلام ده احنا هنشرحه بالتفصيل يعني، انا لسه بس بديك اوفر فيو كده للمحاضره، ماشي؟ ثم التيلوفيز اللي هو الطول النهائي بقى اللي هو خلاص الخليه بتشطب فكره الانقسام ديت وبتكون لي خليه جديده، سيبك من السيتوكاينيزز ديت مش هناخدها اصلا، تمام؟ خلاص كده اديله فيز الطور النهائي، انا فنشت عمليه الانقسام وشطبت الشغل، تبدا الخليه بقى تدخل في مرحله من الجي 1 فيز او اللي هي كان اسمها السيل جروث او الجاب 1 فيز، تمام؟ كده كده احنا يعتبر خدنا اوفر فيو عن المحاضره، هنبدا بقى واحده واحده نقرا الكلام اللي عندنا ونزود التفاصيل اللي بتبقى موجوده في الداتا في النص يعني، ماشي؟ طيب بدا معانا بقى اول حاجه بيقول لك يعني ايه سايكل اصلا، او السيل سايكل يعني ايه سايكل؟ قال لك السايكل ديت عباره عن دايره من الاحداث في ترتيب متتالي، اخر حدث هو نفسه اول حدث من الدوره اللي بعدها، بمعنى شايف ديت دوره حياه الخليه اهي، يعني ديت دوره حياه الخليه هي بالشكل ده كده، اخر حدث بيحصل في دوره حياه الخليه ان هي تخلص الانقسام بتاعها، تمام؟ واول حدث في دوره حياه الخليه اللي بعدها ان هي تبدا انقسام جديد، او ان هي بتبدا من انقسام جديد. فالسيل سايكل هي مجموعه من الاحداث اللي هي جي 1 فيز بعدها اس فيز بعدها جي 2 فيز بعدها الميتوزيس، تمام؟ اخر حدث في حياه الخليه القديمه او في الدوره القديمه بيكون هو اول حدث في الدوره الجديده علشان الدورتين يلحموا مع بعض وتفضل الدايره ماشيه كده، تمام؟ فبيقول لك ده تعريف السايكل او السيل سايكل. يعني بيقول لك ايه cycle means الدورة تعني the repetition of a sequence events، repetition تكرار، sequence events يعني أحداث محطوطة في ترتيب معين، تمام؟ فهو ترتيب لأحداث محطوطة في ترتيب معين during a given time period أثناء فترة معينة من الوقت، تمام؟ with the final events اللي هي الأحداث الأخيرة terminating at the same point يعني الأحداث الأخيرة بتنتهي في نفس النقطة from which the cycle has begun، يعني دلوقتي السايكل بدأت في نقطة بتلف وترجع تنتهي في نفس النقطه اللي هي بدات منها وتقعد تلف بقى لف بينا يا دنيا، تمام؟ تمام. بيقول لك ايه هو الغرض من السايكل دوت، يعني ليه الخليه بتعيش في سيل سايكل؟ قال لك لغرض من غرضين، اول حاجه اللي هو اسمه بروسيس اوف رينيوال، ماشي؟ المفروض دي كانت تتحط رقم واحد اللي هو الخليه عشان تنقسم، تمام؟ على بسبب مثلا انه انا عايز اكبر، طفل صغير الخليه بتاعته عماله تنقسم علشان جسمه يكبر ويبقى عنده عدد خلايا مناسب، او
انا فقدت مجموعه من الخلايا، فبتبدا الخلايا تنقسم علشان تعوضه. انا تعورت مثلا في الجلد ففقدت مجموعه من الخلايا الموجوده في الجلد، تبدا الخلايا تنقسم علشان تعوض الجزء دوت، اللي هي اسمها بروسيس اوف رينيوال، بعيد تجديد الخلايا اللي عندي. انا عندي خلايا ماتت، بكون مكانها خلايا جديده. طب انا اصلا عايز اكون خلايا جديده علشان ده طفل بينمو مثلا، المفروض ان هو يتكون عنده خلايا جديده، تمام؟ فدي اسمها بروسيس اوف رينيوال، اللي هو الانقسام بتاع الخلايا، تو ريستور ذا لوست سيلز، يعني علشان اعوض الخلايا اللي تم فقدها، تمام؟ تاني حاجه بقى اللي هي اسمها بروسيس اوف اكسبانشن. بروسيس اوف اكسبانشن هنا الخلايا ما بتنقسمش لكن بتكبر، تمام؟ زي بالظبط الخلايا بتاعت السكيلتال ماسلز، العضلات الهيكليه، تمام؟ الناس اللي بتروح الجيم عارفه ان العضلات الخلايا او الماسل فايبرز او الخلايا العضليه عندهم ما بتنقسمش، لكن عندها قدره ان هي تكبر في الحجم. عشان كده هو يقول لك ايه، انا بروح الجيم ببلق. بعض الناس كده في الجيم يقول لك ايه، انا ببلق او بضخم. هو بيضخم او بيبلق ده بيعمل ايه؟ هو في دماغه بيعمل ايه؟ بيزود الحجم بتاع الماسل فايبر، بيزود حجم الخلايا العضليه. هو عارف انه لو قعد يتمرن ل 100 سنه الخلايا العضليه ديت عددها مش هيزيد. هو عنده 100 خليه عضليه في العضله بتاعته او 100 ماسل فايبر، عددهم مش هيزيد، هم هيفضلوا زي ما هو، بس بدل ما الماسل فايبر قد كده ممكن يبقى قد كده. بيحصل ايه؟ الماسل فايبر بيكبر، بيحصل له بروسيس اوف اكسبانشن، بيدخل في سايكل من التضخيم، تمام؟ اللي هي ايه، تو جرو ان سايز، علشان حجمها يكبر، تمام كده؟ يبقى ايه هو البيربز اوف ذا سايكل؟ حاجه من اثنين، يا اما ان هي تعوض الخلايا اللي تم فقدها عن طريق ان هي تنقسم، يا اما بروسيس اوف اكسبانشن، ان هي الخليه نفسها تكبر في الحجم، فبالتالي يعني تديني حجم اكبر يعني، تمام؟ طيب ايه هي الستيجز اوف ذا سايكل؟ الكلام بقى اللي احنا اتكلمنا عنه، احنا عندنا مرحلتين كبار، مرحله اسمها انترفيز ومرحله اسمها مايتوزس. قلت لك الانترفيز ديت المرحله اللي الخلايا بتعيش بتمارس فيها وظيفتها الطبيعيه. الانترفيز ستيج از بريباراتوري ستيج، يعني بريباراتوري يعني تحضيري، فديت عمليه تحضيريه فور ذا سبسيكونت سيل ديفيجن. هو هنا يعني هو في المحاضره بيعتبروا السيل ديفيجن دوت هو التارجت. انت هتلاقي اصلا المحاضره بعنوان السيل ديفيجن، فهو بيقول لك ان اي حاجه هي بتمهد لانقسام الخليه، في حين انه ده علميا مش صح قوي، يعني لان في بعض الخلايا اصلا هي ما بتنقسمش، هي بتفضل عايشه في الانترفيز، تمام؟ فمش شرط انه الانترفيز تبقى مرحله بتحضر للسيل ديفيجن، لا هي ممكن تكون مرحله مستقله عادي يعني، بس هو يعني دي وجهه نظر المحاضره يعني. بيقول لك اذا بريباراتوري ستيج مرحله احنا بنحضر فيها فور ذا سبسيكونت سيل ديفيجن، اللي هو السيل ديفيجن اللي جاي اللي عليه الدور، اللي هو بنسميه الميتوزز، اند از فورمد اوف، بتتكون من ثلاث حاجات اللي هم الجي 1 فيز، الجي 1 فيز والاس فيز والجي 2 فيز. اول حاجه الجي 1 فيز ماشي، اللي هي بنسميها جاب بيريود، ذا سيل باسس ثرو ا جاب بيريود اوف ريسيت تو بريبير فور ذا كوم، يعني ايه هي الجي 1 فيز؟ هي المرحله اللي الخليه بتمارس فيها وظيفتها. هنا بيقول لك ايه، ديت المرحله اللي الخليه بتستريح فيها من الانقسام عشان تدخل في انقسام تاني. زي ما بقول لك هما بيتكلموا كل حاجه من وجهه نظر الانقسام بس. ذا سيل باسس ثرو ا جاب بيريود اللي هي بنسميها فتره راحه يعني، تمام؟ اوف ريست اللي هي بتريح شويه، تو بريبير فور ذا كوميسمنت اوف دي ان اي ريبليكيشن، علشان تجهز ان هي تدخل في مرحله من الدي ان اي ريبليكيشن، ان هي تبدا تضاعف الدي ان اي بتاعها، في حين ان هو في الجي 1 فيس الخليه بتمارس الوظيفه بتاعتها عادي يعني. بس هو بيقول لك ايه، ده هي بتحضر عشان تعمل الانقسام بتاعها او عشان تبدا تضاعف كميه الدي ان اي. يا عم ماشي. الاس فيز قلت لك اختصار لكلمه سينسيسز. سينسيسز ده ايه؟ سينسيسز دي ان ايه، بصنع دي ان ايه. ذا سيل دبلز ذا اماونت اوف اتس جينيتك ماتيريال، بتضاعف الكميه بتاعت الجينيتك ماتيريال بتاعتها اللي هي الدي ان ايه. باي سينسيسنج بتصنع نيو ستراندز اوف دي ان ايه، بتصنع جزيئات جديده من الدي ان ايه، تمام كده؟ تمام. الجي 2 فيز دي المرحله اللي الخليه بتخزن فيها المواد الغذائيه بتاعتها وبتحاول تكبر في الحجم عشان لما تنقسم تقدر تكون خليتين جداد، ماشي؟ اذ انذر جاب بيريود، انذر جاب بيريود، لان الجاب بيريود الاولانيه كانت اللي هي الجي 1 فيز، فهي دي جي 2 فيز انذر جاب بيريود اللي هي فتره راحه ثانيه. ثرو ويتش ذا ماذر سيل اللي هي الخليه الام اللي هي هتنقسم accumulates large amounts of proteins، بتبدأ accumulate يعني تراكم، تقعد تخزن جواها كميات كبيرة من البروتين and nutrients المواد الغذائية، تخزن بقى جلوكوز ودي جلوكوز وفاتي اسيدز وحاجات كده يعني، ماشي؟ to be sufficient for the resulting two daughter cells، عشان تبقى كافية ان هي تكون خليتين جداد. زي ما بقول لك كده، الام المفروض ان هي هتكون جنين، فلازم تخزن جوه، لازم تاكل كتير يعني علشان الجنين دوت. coming after mitosis اللي هي الخلايا اللي هتنتج بعد الميتوزز يعني، ماشي؟ تمام. بيقول لك بقى الخلايا طبقا لمراحل الانقسام بتاعتها في ثلاث، بتدخل في ثلاث انواع، سيلز اوف تايب 1 ماشي، يعني الخلايا من النوع الاول، وسيلز اوف تايب 2 خلايا من النوع الثاني، وسيلز اوف تايب 3 خلايا من النوع الثالث. يعني دلوقتي احنا شفنا الخلايا وقعدنا ندرس سلوكها في السيل سايكل، وقعدنا نشوف عمليات الانقسام بتاعتها، لقيناهم بيعملوا ثلاث سلوكيات، بيتبعوا ثلاث سلوكيات، فصنفناهم. قلنا الخلايا رقم واحد دي بتتبع سلوك معين اللي هي النوع الاول، خلايا من النوع الثاني دي بتتبع سلوك ثاني، خلايا من النوع الثالث بتتبع سلوك ثالث، تمام؟ بص عايز اقول لك مبدئيا يعني
الثلاث خلايا ما بينقسموش في الطبيعي، تمام؟ يعني دلوقتي انا راجل ادلت اهوت، الخلايا بتاع الجسم ما بتنقسمش، او هي موقفه الانقسام ما عدا حاجه واحده بس، اللي هي الجاميتس، اللي هي الخلايا بتاع اللي بتكون الحيوانات المنويه والحاجات ديت، دي بتفضل تنقسم عند الراجل لحد ما يموت، ماشي؟ لكن ديت اصلا بتنقسم بالميوز، احنا هنا بنتكلم في الميتوزس او انقسام الميتوز يعني. فبيقول لك انه خلايا جسمك كلها ما بتنقسمش، تمام؟ طيب هي دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ والله لو في طفل هتبقى حاجه وحشه، لكن في شخص ادلت زيي هي حاجه حلوه ونعمه من ربنا. ليه؟ عايز اقول لك انه هو ايه، هو السرطان، السرطان عباره عن مجموعه من الخلايا قررت ان هي تنقسم دون الرجوع للجسم، يعني الجسم مش محتاج ان هي تنقسم، لكن هي قررت ان هي تنقسم، فبتبدا تتكون ورم سرطاني. الورم السرطاني دي كتله غريبه جوه الجسم بتبوظ اي مكان هي تطلع فيه، يعني في ورم سرطاني طلع في الكبد يقوم يضغط على الكبد ويخلي الكبد ما يقومش، ما يقدرش يقوم بالوظيفه بتاعته، طلع ورم سرطان في الكليه يبوظ الكليه ويخليها ما تقدرش تقوم بالوظيفه بتاعتها، وهكذا. فبالتالي كان لازم ان احنا نحط حدود صارمه على الخلايا تمنع ان هي تنقسم، الخليه ما تنقسمش غير لما يجي لها اوردر ان هي تنقسم، تجي لها امر ان هي تنقسم، ما جاتهاش امر يبقى ما تنقسمش. جهاز المناعه، اي خليه تنقسم من دماغها جهاز المناعه بيروح يقتلها، تمام؟ طيب السرطانات دي بتتكون ازاي؟ والله بقى يعني دي خليه خلفت الاوامر وخلفت الطبيعه بتاعتها، يعني انقسمت بدون امر، وجهاز المناعه ما قدرش ان هو يموتها، ماشي؟ لازم يتوفر فيها الشرطين دول، هي انقسمت من غير ما يكون مقرر لها ان هي تنقسم، وجهاز المناعه ما قدرش يموتها، فتبدا تكون لك السرطان. فتخيل بقى اذا كان احنا مانعين اصلا عمليه الانقسام ديت ان هي تحصل وبيبدا يظهر عندنا السرطانات، تخيل بقى لو احنا كنا سامحين بالانقسام ده ان هو يحصل لاي خليه عادي، شوف بقى كميه السرطانات اللي كانت ممكن تطلع قد ايه، تمام؟ فالطبيعي طبعا الكلام ده كله مش في المحاضره، لكن انا بحبك تبقى عارف العلم مرتبط ببعضه، فلما نيجي نقول حته معينه لازم نقول التطبيق الاكلينيك عليها، وتعرف انت هتستفيد من الكلام ده في ايه يعني، تمام؟ فدلوقتي احنا عندنا اساس تايب 1 وتايب 2 وتايب 3، الثلاث انواع من الخلايا في الطبيعي ما بينقسموش، تمام؟ طيب ايه الفرق ما بينهم؟ قال لك في خلايا هي ما بتنقسمش، ولو انا فقدت الخليه ديت ما بقدرش اعوضها، ماشي؟ يعني سكه اللي يروح ما يرجعش، خليه ماتت هي ما بتنقسمش في الطبيعي، بس لو الخليه دي ماتت ما اقدرش اعوضها خالص، تمام؟ ديت اللي هي سيلز اوف تايب 1، بيقول لك ان هي نوت ديفايد، ماشي؟ اند ريبليسمنت اوف ذا ورن سيلز، ورن سيلز يعني الخليه اللي ماتت از امبوسيبل، ما اقدرش اعوض الخليه اللي ماتت، الخليه ماتت مني، ضاعت مني خلاص، انا فقدتها وفقدت الوظيفه بتاعتها، مش هقدر اعوضها تاني. زي ايه؟ زي النيرف سيلز، الخلايا العصبيه. كل الناس عارفه ان اللي بيروح من المخ ما بيرجعش، الخلايا اللي بتموت في المخ ما بترجعش. فرضا ان واحد مثلا جاله جلطه في المخ، تمام؟ الجلطه اللي في المخ ديت موتت مجموعه من الخلايا، المجموعه من الخلايا دي كانت بتقوم بوظيفه معينه، هو لا هيقدر يعوض الخلايا ديت ولا هيقدر يعوض الوظيفه اللي هم كانوا بيعملوها. فرضا مثلا المجموعه الخلايا اللي ماتوا دول بسبب جلطه، جلطه يعني الدم ما وصلش للخلايا ديت، فالخلايا خلاص ماتت، تمام؟ الخلايا ديت كان مسؤوليتها ان هي تحرك الدراع ده، ان هي تحركه وترفعه وتنزله وتعمله كده، هي اللي بتبعت الاوامر الحركيه للدراع ده. الخلايا ديت ماتت، الدراع ده اتشل مش هيقدر يتحرك تاني فور ايفر لحد ما تموت، تمام؟ فرضا الخلايا ديت كانت وظيفتها ان هي بتحرك الدراع والرجل، تمام؟ الدراع والرجل اتشل، هيجي لي شلل نصفي، تمام؟ مش هيقدر يتعوض تاني. فالنيرف سيلز الخلايا اللي بتموت فيها ما بترجعش. تاني نوع خلايا برضو وان كان مش عندك في المنهج، اللي هي الكارديك سيلز، يعني المهم يهمني تبقى عارف الخلايا الحركه دي، المعلومه ديت يعني، اللي هي الخلايا بتاعت القلب، تمام؟ الخلايا بتاعت القلب، الخلايا اللي بتموت منها ما بترجعش تاني. طيب مهم تعرف المعلومه ديت في ايه؟ عشان تعرف ان الناس اللي بيجي لها ذبحه صدريه اللي هي بنسميها انجينا، ماشي؟ مش مهم تعرف المصطلح دلوقتي، الخلايا بتجي لها، الناس اللي بيجي لها ذبحه صدريه او بيجي لها موت في عضله القلب، المدة ما بيتعوضش تاني. يقول لك ايه ده، جاله جلطه في القلب، جلطه في القلب يا اما هو هيموت بسبب ان احنا مثلا ما لحقناهوش، فبالتالي خلاص خلايا القلب ماتت او عضله القلب ماتت واحنا ما قدرناش نعوضها، يا اما احنا ممكن نلحقه هيكون فقد جزء من عضله القلب وجزء تاني شغال، فهيعيش حياته ببعض المشاكل بقى، اللي هو ايه، محظور عليه ان هو يعمل مجهود معين، محظور عليه ان هو يعمل انشطه معينه كده، لان القلب مش قادر يشتغل كويس، القلب قادر يكفيه مثلا اثناء ما هو قاعد كده، لكن مثلا هو قام يجري القلب مش قادر يزود النشاط بتاعه علشان يعوض الكلام ده كله، ماشي؟ طبعا الكلام ده كله مش عندك، لكن يهمني تبقى عارفه كدكتور، تمام؟ طيب تاني نوع خليه بقى اللي هو السيلز اوف تايب 2، قال لك ديت خليه هي ما بتنقسمش، ولو ماتت انا ما بتنقسمش برضه، ماشي؟ بس انا اقدر اعوضها. بقدر اعوضها ازاي؟ من خلايا جذعيه. ايه هي الخلايا الجذعيه ديت؟ ديت الخلايا اللي بتكون جسمك كله. اثناء ما انت كنت جنين كان جسمك عباره عن مجموعه من الخلايا الجذعيه، الخلايا الجذعيه دي بتبدا تتميز وتبدا تكون لك الخلايا بتاعت الجسم كله، تمام؟ هذا النسيج اللي هو موجود فيه سيلز من التايب 2 دوت، ربنا خلقه وحط فيه الخلايا الماتيور، الخلايا الطبيعيه، ماشي؟ اللي هي ما بتقدرش تنقسم ديت، وحط فيه مجموعه من الخلايا الجذعيه. الخلايا الجذعيه ديت وظيفتها ان هي لما تشوف خليه من الخلايا اللي ماتت ديت تروح هي تكون خليه مكانها، تمام؟ فهي بيقول لك ايه، هي unable to divide، ما بتقدرش تنقسم،
but when they die بس لما بيموتوا they are replaced by daughter cells، بيتم استبدالهم بخلية من الدوتر سيلز اللي هي الخلية البنت، تمام، اللي هي الخلية اللي بتكونها، المفروض الخلية دي المفروض تكون الخلية دي arising from the stem cells. stem cells اللي هي الخلايا الجذعية، يعني دلوقتي الخلية الجذعية بتكون اللي هي الدوتر سيل دي، والدوتر سيل تكون الخلية الطبيعية اللي هي ماتت فتقدر تعوضها، تمام. اوف ذا سيم فاميلي يعني من نفس النوع، يعني لو مثلا ايه خليه عضليه فهي لها مجموعه من الخلايا الجذعيه العضليه، خليه مثلا يعني خليه من النسيج اللي هو الابيثيليوم نسيج طلائي فهي لها خليه معينه تعوضها، خليه من كونكتيف تيشو لها خليه معينه تعوضها، اللي هو من نفس عيله الخلايا او من نفس نوع الخليه. يعني اشهر مثال على دوت هو مش عندك في الكتاب، مش عندك في الداتا يعني، لكن اعرفها لنفسك، اللي هي السكيلتال ماسل اللي هي الخلايا العضلات الهيكليه. العضلات الهيكليه انا قلت لك ان هو ما بيقدرش ينقسم، الخلايا العضليه ما تقدرش تنقسم، لكن لو هي ماتت ربنا خالق مكانها خليه جذعيه تقدر ان هي تعوض، تمام كده؟ تمام. اخر نوع معانا بقى اللي هو سيلز اوف تايب 3. سيلز اوف تايب 3 دي بقى هي خلايا في الطبيعي ما بتنقسمش، لكن لو حصل مشكله تحت ظروف معينه هتقدر ان هي تنقسم. زي ايه؟ زي خلايا الجلد عندك دلوقتي، خلايا الجلد عندك ما بتنقسمش، تمام، لكن لو انت اتعورت هتبدا تنشط وتبدا تنقسم. زي النوع الاهم بقى اللي هو خلايا الليفر، خلايا الكبد، تمام. خلايا الكبد في الطبيعي انت الكبد بتاعك ما بينقسمش، خلايا الكبد بتاعتك ما بتنقسمش، لكن لو في جزء من الكبد مات تبدا تقدر الخلايا ان هي تنقسم وتعوض الجزء دوت. وده كان الاساس العلمي بتاع عمليه الليفر ترانسبلانت. يعني ايه ليفر ترانسبلانت؟ يعني عمليه زراعه الكبد، ماشي. اشهر عمليتين زراعه اعضاء في العالم هما زراعه الكليه اللي هي اسمها رينال ترانسبلانت او كدني ترانسبلانت، وزراعه الليفر. طيب زراعه الكليه احنا عارفينها ان هو البني ادم عنده كليتين وهو يقدر يعيش بكليه واحده، فبالتالي احنا ممكن ناخد كليه منهم نحطها عند شخص تاني وده يعيش بكليه وده يعيش بكليه، تمام. الليفر بقى او اللي هو الكبد، ما هو البني ادم عنده كبد واحد، طب ازاي بقى؟ قال لك اصل انت ممكن تاخد جزء من الكبد، ماشي، تحطه عند بني ادم تاني، البني ادم اللي انت خدت منه جزء من الكبد دوت هيقدر يعوض الجزء اللي فقده دوت. خلايا الليفر، خلايا الكبد لما بيفقد منها جزء بتقدر ان هي تعوضه، ماشي. والشخص التاني اللي انت نقلت له جزء من الكبد دوت، الجزء اللي انت نقلته له هيبدا هيقدر يكبر ويكون ليفر جديد، تمام. عارف نفس فكره نجم البحر كده، لان كلنا عارفين نجم البحر دوت اللي هو لو قطعت دراع من دراعاته بيقدر انه هو يعوض الدراع اللي هو فقده، والدراع ده يقدر يكون نجم بحر جديد. كذلك الليفر لو خدت منه حته فهو يقدر يعوض الحته اللي فقدها ديت، ماشي، ويقدر ان الحته اللي انت خدتها ديت تقدر تكون ليفر تاني كامل، تمام. ديت السيلز اوف تايب 3 بيقول لك نورمالي نوت فايل، طبيعي ما بتقدرش تنقسم، بات تايم تايم اوف نيد، في وقت الحاجه وقت ما انا احتاجها تنقسم هتنقسم. زي كان ديفايد and renew the kind of cells، تقدر تنقسم وتعوض النوع بتاعها. زي ايه؟ زي الليفر سيلز، تمام. يبقى احنا دلوقتي عندنا ثلاث انواع، الثلاث انواع ما بيقدروش ينقسموا، ماشي، ولكن سيلز اوف تايب 1 ما بتقدرش تنقسم وما بقدرش اعوضها باي شكل من الاشكال، اللي راح ما بيرجعش، زي النيرف سيلز، تمام. النوع الثاني والثالث هما ما بيقدروش ينقسموا في الطبيعي، لكن انا ممكن اعوضهم لو حصل فيهم لوس، يعني لو فقدت منهم انا اقدر اعوضهم، ماشي. طيب اعوضهم ازاي؟ قال لك والله في السيلز اوف تايب 2 مش نفس الخليه هتنقسم، لا ده الخليه الجذعيه هي اللي هتعوضها، تمام. في التايب 3 لا ده هي نفس الخليه، يعني الخليه الطبيعيه هي اللي هتنقسم وتعوض الخلايا اللي ماتت، تمام. فبالتالي مين الخليه الوحيده في الثلاثه دول اللي عندها قدره على ان هي تنقسم؟ السيلز اوف تايب 3 فقط هي الوحيده اللي لها قدره على ان هي تنقسم. سيلز اوف تايب 2 تقدر تعوض الخلايا اللي ماتت، بس مش الخليه هي نفسها هي اللي بتنقسم، لا ده خليه جذعيه هي اللي بتكون الخليه اللي ماتت ديت، تمام. سيلز اوف تايب 1 لا تنقسم ولا تعوض، سيلز اوف تايب 2 تعوض بس ما بتنقسمش، ده خليه جذعيه هي اللي بتعوض. سيلز اوف تايب 3 ما بتنقسمش في الطبيعي، لكن لو حصل مشكله الخليه تنقسم وتعوض، تمام كده. طيب النقطه ديت انا اسالك فيها ازاي؟ هروح جايب لك التعريف كده، ماشي، اقول لك يا نوت ديفايد اند ريبليسمنت اوف ذا ورم سيلز از امبوسيبل، واقول لك يا ديت سيلز اوف تايب 1 ولا تايب 2 ولا تايب 3. طب اقول لك يا النيرف سيلز بتقع ضمن تايب 1 ولا تايب 2 ولا تايب 3. طب هي الليفر سيلز تبع تايب 1 ولا تايب 2 ولا تايب 3. باختصار هحط لك التعريف او هحط لك المثال واقول لك هما تايب 1 ولا تايب 2 ولا تايب 3، تمام كده. او ممكن اقول لك مثلا all of the following is true about cells of type 1 except، ماشي. واحط لك بقى شويه اختيارات كده اقعد الخبطك فيهم، احط لك معلومات صح ومعلومات غلط وانت تختار الصح من الغلط، يعني تمام كده. تمام. ندخل بقى في مرحله الميتوزس، احنا كده خلاص خلصنا الانترفيس، نبدا ندخل في مرحله الميتوزس. مرحله الميتوزس بتبدا بعد ما يحصل حاجتين، اول حاجه انا ضعفت الدي ان ايه، فانا داخل الميتوزس اصلا وانا عندي ضعف في كميه الدي ان ايه اللي هي انا هحتاجها في عمليه الميتوزس، وعندي كميه من الغذاء اللي متخزنه عندي وجاهزه ان انا ابدا فيها الانقسام، ماشي. فبيقول لك ايه افتر دي ان ايه ريبليكيشن، بعد ما ضعفت كميه الدي ان ايه
the nucleus contains a double amount of chromatin، هي فيها ضعف كمية الكروماتين. ما تتلخبطش ماشي، واجي اقول لك هي فيها كام كروموزوم تقول لي 92 كروموزوم، لا هي فيها 46 كروموزوم، بس في الطبيعي 46 دول بيبقوا سنجل، لكن في الانقسام او وانا داخل الميتوز بيبقوا 46 دبل ستراندد دي ان اي، تمام، او دبل ستراند كروموزوم، اللي هم كروموزومين، كروموزومين يعني اللي هو ايه، كروموزوم بس الكروموزوم نفسه بمقام اثنين يعني او دبل، اند اتس اسوشيتد بروتينز، هي بتضاعف كميه البروتينز اللي جواها برضه ماشي. ميتوزز هاف اربعه كونستراكتيف فيزز، انقسام الميتوز له اربع خطوات، اربع فيزز اللي هم الطول التمهيدي والطول الاستوائي والطول الانفصالي والحاجات ديت ماشي. كونسكيوتيف ديت مش هي مش كونستراكتيف، هي كونسكيوتيف اللي هي متتاليه تمام، محطوطه في ترتيب معين يعني، نيملي باسمائهم بروفيز اللي هو الطول التمهيدي، برو يعني ما قبل اللي هو بنمهد فيه للانقسام، ميتا فيز اللي هو الطور الاستوائي اللي هو بنبدا نرتب الكروموزومات في خط الاستواء، والانافيز اللي هو الطور الانفصالي اللي هو خلاص رتبت الكروموسومات ببدا افصلها بقى وادي كل مجموعه من الكروموسومات لكل خليه، التيلو فيز اللي هي المرحله اللي انا بفصل فيها الخليتين عن بعض وببدا يعني خلاص كل خليه بتبدا تكتمل بقى، تمام. حط لك ملحوظه بقى اللي هي بتاعت الدي ان ايه والكروموسومز والحاجات ديت، فبيقول لك ايه، دي ان ايه از فورمد اوف تو ستراندز اللي هو وان كومبلمنتري تو ذا اذر، اللي هو يعني ايه، احنا عندنا الدي ان ايه بالشكل ده كده ماشي، فدوت ستراند اهوت، والستراند التاني بيبقى بالشكل ده ماشي، فهو اتنين ستراندز كل واحد مكمل للتاني، يعني لو انا عندي هنا ايه فانا بيبقى عندي هنا تي، ولو عندي هنا سي بيبقى عندي هنا جي، كلهم بقى بيكملوا بعض، وان كومبلمنتري تو ذا اذر، كل واحد بيكمل التاني، الكلام اللي انتوا خدتوه في الدي ان ايه بتاع تالتة ثانوي يعني. each of them is formed of macro molecules، كل واحد منهم بيتكون من حاجة اسمها macro molecules، macro يعني كبير، molecules اللي هي جزيئات يعني جزيئات كبيرة، اللي هي ايه البيولينز والبيراميدينز والنيوكليوتيدات والحاجات دي تمام، which are present in the form of polymers، يعني موجودة في شكل البوليمرز، اللي هو ايه نيوكليوتيدا 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 نيوكليوتيدا، كل نيوكليوتيدا بتمثل لي مونومر تمام، لما بيتحطوا جنب بعض بيمثلوا لي البوليمر بقى اللي هو الجزيء الكبير اللي هو اسمه دي ان ايه ماشي. الكروماتين بقى is formed of repeating units اللي هي nucleosomes of DNA، يعني بيقول لك ايه ال DNA دوت هو عبارة عن الشريطين بالشكل ده كده اللي هم عبارة عن عبارة عن نيوكليوتيدات تمام. طيب امال ايه هو الكروموزوم بقى، الكروماتين، فاكر الكلام ده احنا خدناه في النيوكليوس، قلت لك الكروماتين دوت هو عبارة عن ال DNA اللي لافف حوالين البروتين اللي هو الهيستون وتم تكديسه وبقى موجود جوه النيوكليوس، فالكروماتين هو عبارة عن بروتين اللي هو الهيستون زائد ال DNA مع بعض الاثنين مع بعض تمام. طبعا لما كنا بنحط اللي هو الهيستونز كده بالشكل ده اللي هم كنا بنروح جايبين اربعه من الهيستونز دومت ونروح جايين لافين حواليهم شريط الدي ان ايه بالشكل ده كده، كنا بنسمي اللفه ديت لفه البكره ديت اللي هي كان اسمها نيوكليوزوم، نيوكليوزوم اللي هي لفه البكره ديت اربعه هيستون لافف حواليهم دي ان ايه، ديت ايه الوحده البنائيه للكروماتين او اللي هي الريبيتنج يونت اللي هي الوحده اللي بتتكرر في الكروماتين تمام. طبعا يعني الجزئيه دي يعتبر مكرره اصلا من النيوكليوس، صاحب بيفكرك بيها بس علشان ايه لما يجي يلعبك في الام سي كيو يبقى عامل بشغله يعني. فبيقول لك بقى ايه، عندنا الاس كروموسوم، اس كروموسوم يعني سنجل كروموسوم، يعني ايه كروموسوم بيتكون من كروماتيد واحد بس تمام، بالشكل ده كده عباره عن كده تمام. بيقول لك ايه، دي نوت ذا انترفيز كروموسوم، الكروموسوم اللي بيبقى موجود في الانترفيز اللي هو الكروموسوم اللي بيبقى موجود في الخليه اثناء ما بتمارس حياتها الطبيعيه، هي بيبقى جواها كروموسوم سنجل اللي هو شايل كروماتيد واحد بس ماشي، which is no more than a DNA molecule، يعني كل كروموسوم شايل جزيء دي ان ايه واحد بس. ما هو احنا عارفين اصلا من السنه اللي فاتت ان كل كروماتيد بيبقى جواه جزيء دي ان ايه واحد بس، فهو دلوقتي الكروموسوم بيمثل واحد كروماتيد، يبقى اذا الكروموسوم فيه جزيء دي ان ايه واحد بس، اعتقد الكلام ده مكرر من سنه يعني. بيقول لك بقى الدي كروموسوم، الدي كروموسوم اللي هو الدبل كروموسوم اللي هو بيبقى موجود بالشكل ده كده كده تمام، كروموسوم فيه اتنين كروماتين، دي نوت ذا دبل كروماتين ثريد، ثريد يعني خيط، دبل كروماتين يعني عباره عن اتنين كروماتين او اتنين كروماتيد ماشي، سين during the early stages of cell division، يعني اثناء ما الخليه بدات تنقسم بقى اللي هو في نهايه الاس فيز خلاص هي ضعفت كميه الدي ان ايه بتاعها، وفي الجي 2 فيز واثناء ما انا داخل الميتوسيس بقى بيبقى ظاهر عندي الكروموسوم اللي هو الدبل اللي بالشكل ده كده تمام. بيقول لك ايه بقى، عندي حاجه اللي هي اسمها الاندو ريدبليكيشن ديت، ده بتبقى حصل مشكله بقى اثناء انقسام الخليه، الخليه بدل ما بتنسخ الدي ان ايه بتاعها مره واحده نسخته مرتين تمام، يعني هي المفروض الخليه دلوقتي داخله انقسام عملت دي ان ريبليكيشن ودخلت انقسم، فبالتالي وزعت كميه الدي ان اللي هي ضعفتها ديت على الخليتين الجداد، لا في الاندو ريدبليكيشن ديت بقى الخليه ضعفت الدي ان ايه بتاعها مرتين، ف
فبدل ما هي كان المفروض تبقى داخل الانقسام فيها 46 دي كروموزوم، 46 دبل ستراند كروموزوم، لا ده هتدخل الانقسام فيها 92 دي كروموزوم، فيها يعني أربعة من المفروض الطبيعي، تمام؟ ديت حالة يعني بتحصل ساعات، الخلية ديت مصيرها ايه؟ أول حاجة المفروض الصح يعني إن هي ما تكملش الانقسام دوت، يعني ما تنجحش في إن هي تعمل الانقسام والخلية دي تتقتل تموت خلاص، يعني ما تنفعناش، الخلية دي بقت بايظة، ماشي؟ طيب ساعات ما الجسم بتفوت عليه الحركة ديت، يعني ما يعرفش إن هو يموتها مثلا، فبتبدأ الخلية ديت تقلب لكانسر بقى، يعني خلاص هي خلية بايظة مش طبيعية، فاهم؟ بتبدأ تنقسم كتير وتقلب لكانسر، ماشي؟ فبيقول لك إيه؟ إز سبيشال كيس، هي حالة خاصة، حالة غلط أصلا المفروض ما تحصلش. اوف تترا بلويدي، تترا يعني أربعة، بلويدي اللي هي يعني أربع جزيئات الكروموزومات يعني أو أعداد الكروموزومات، فتترا بلويدي يعني المفروض إن هو بدل ما يبقى فيه 2 دي إن إيه بقى فيه 4 دي إن إيه، بقى فيه ضعف الكمية أو يعني 4 أضعاف الكمية. إن ويتش ذا كروموزوم أندرجو الكروموزوم بيخضع لـ2 سيكونشال دي إن إيه ريبليكيشن، خضع لمرحلتين من الدي إن إيه ريبليكيشن، من مضاعفة الدي إن إيه، تمام؟ أند إنتر بروفيز، الخلية بقى بتبدأ تدخل في البروفيز اند الميتافيز اللي هي مراحل الانقسام الخلوي، از سيل كونتيننج 2 دي كروموزوم، داخله فيها 2 دي كروموزوم، يعني بدل ما هي كان المفروض فيها 46 دي كروموزوم هيبقى فيها 92 دي كروموزوم، يعني ضعف عدد الكروموزومات، وكل كروموزوم اصلا هو دبل في حد ذاته، يعني هو دي مش اس. ات ابيرز، هي بتظهر مور فريكونتلي ان ليوكيميا سيلز، بتظهر في الليوكيميا سيلز، الليوكيميا اللي هو سرطان الدم، تمام؟ فانا قلت لك يا اما الخليه ديت هتموت فبالتالي خلاص انا مش هحس بيها اصلا انه حصل اي مشكله، يا اما لما تبدا تظهر عندي بقى كمرض هتظهر عندي في شكل سرطانات الدم او في السرطانات عموما، تمام كده؟ تمام. يبقى احنا دلوقتي نلخص الكلمتين دول، احنا عندنا كان في الدي ان ايه والكروماتين والسنجل كروموزوم والدي كروموزوم. الدي ان ايه دوت عباره عن شريطين من النيوكليوتيدات اللي ماسكه في بعضها كده، تمام؟ اللي هو شريط الدي ان ايه اللي احنا عارفينه. طيب الكروماتين ده عباره عن الدي ان ايه لف حوالين الهيستونز في صوره حاجه اسمها نيوكليوزومز اللي هو متكدس موجود جوه النيوكليوس. اس كروموزوم ده كروموزوم موجود فيه شريط كروماتين واحد بس او شريط كروماتيد واحد بس، شريط الكروماتيد ده فيه جزء دي ان واحد بس، ده انا بشوفه اثناء ما الخليه بتمارس حياتها الطبيعيه، اثناء ما هي في الانترفيز بتصنع بروتين بقى والخلايا الطبيعيه دي، تمام؟ الدي كروموزوم لا ده دوت كروموزوم فيه 2 كروماتيد، كل كروماتيد فيه جزء دي ان ايه، فبالتالي هنا الكروموزوم فيه 2 جزء دي ان ايه، يعني دلوقتي لو انا عندي 46 كروموزوم يبقى انا عندي 92 كروماتيد و92 جزء دي ان ايه، ديت ضعف كميه الدي ان ايه اللي المفروض تبقى موجوده في الخليه. ده بيبقى موجود امتى؟ بيبقى موجود اثناء ما الخليه هتحاول ان هي تنقسم. اندو ريد ابلكيشن، الخليه ضعفت الدي ان ايه بتاعها مرتين، فبدل ما هي كان المفروض عندها 46 دي كروموزوم هيبقى عندها 92 دي كروموزوم، ماشي؟ الخليه ديت يا اما هتموت يا اما هتتحول ليوكيميا، تمام؟ تدخل في سرطان، تمام كده؟ تمام. بيقول لك ايه هو التايب اوف سيل ديفيجن؟ قال لك انقسام الخليه دوت ممكن حاجه من 3، يا اما الميتوزيس اللي هو الانقسام الميتوزي اللي احنا عارفينه، ان ويتش ذير از ديفيجن ان سوماتيك سيلز، سوماتيك سيلز اللي هي الخلايا الجسديه، لا اي خليه في جسمك، تمام؟ طيب الميوزيس الانقسام الميوزي دوت بقى بيبقى فيه ديفيجن في الجيرم سيلز، جيرم سيلز او اللي هي الجاميس اللي هي الخلايا بتاعت الامشاج اللي هي الخلايا اللي بتكون الحيوانات المنويه والبويضات والحاجات دي، اظن الكلام احنا عارفينه يعني. في حاجه اسمها سيمبل باينري فيجن، سيمبل باينري فيجن او اللي هو ساعات بنسميه امايتوزيس، يعني اللي مش ميتوزي دوت اللي هو الانشطار الثنائي، الانشطار الثنائي يعتبر مش موجود في البني ادمين، هو موجود في البكتيريا، موجود في الفطريات، موجود في الحاجات ديت، لكن هو يعتبر مش موجود في البني ادمين، لكن احنا بنشوفه في بعض الحاجات زي الميتوكوندري، احنا عندنا الميتوكوندري ممكن تنقسم بالانشطار الثنائي، تمام؟ بس مش موجود في الخلايا، يعني مفيش خليه عندك بتعمل سيمبل باينري فيجن مثلا، لا مفيش، هي الخليه بتعمل ميتوزيس. بيقول لك ان ويتش سيمبل ديفيجن هو بيبقى شبيه بالميتوزيس قوي يعني، بس هو مع بعض الاختلافات. الكيرز ان ذا سيل اورجانويدز، في خلال السيل اورجانويدز اللي هي العضويات بتاعت الخليه، از ميتوكوندري ليز تو انذر 2 ميتوكوندري، 2 انذر ميتوكوندري، يعني خليه الميتوكوندريا بتدخل السيمبل باينري فيجن تطلع 2 ميتوكوندريا جداد، تمام؟ نبدا بقى نتكلم عن الميتوزيس، الانقسام الميتوزي. بيقول لك ذيس ديفيجن اوكيرز ان سوماتيك سيلز، الديفيجن ده بيحصل فين؟ في السوماتيك سيلز اللي هي الخلايا الجسديه، اند ليدز تو برودكشن اوف 2 دوتر سيلز، بينتج عنها خليتين جداد، الخليه بتدخل الانقسام الميتوزي الخليه دي بتختفي بس بينتج عنها خليتين جداد، تمام؟ الخليتين الجداد دول بيبقوا ايدنتيكال للاوريجينال سيلز، يعني تيبيكال للاوريجينال سيلز، نفس النسخه، تمام؟ ما هما الخلية انقسمت ادت خلايا شبه الخلية الأم بالظبط، ايدنتيكال مطابقة
تو ذا اوريجينال سيل اللي هي المذر سيل. تمام، بيقول لك ذا سيل انترز ميتوزيس، الخليه بتدخل الميتوزيس بكام؟ ب 46 دي كروموزومز. النقطه دي هتجيلك ام سي كيو مهمه جدا جدا جدا، العب عليك فيها في الام سي كيو. قال لك هي بتدخل ب 46 دبل كروموزوم ولا 92 دبل كروموزوم ولا 92 سنجل كروموزوم وهكذا بقى، يعني ايه، ولا 23 دبل كروموزوم. هقعد العب عليك كده ايه، واحط لك بقى احنا لسه في ميوزز وفي ميتوزز وفي ميوز اول وميوز تاني، واقعد احط لك بقى قبل كل انقسام الخليه كانت داخله بايه وخرجت بايه كده يعني. تمام، فاعداد الكروموسومات مهمه للام سي كيو. از ذا سيل انترز ذيس ديفيجن، الخليه بتدخل الانقسام دوت افتر دي ان ريبليكيشن، هي بتعمل دي ان ريبليكيشن في الاس فيز. على فكره احنا معظم الكلام اللي احنا بنقول لحد دلوقتي عمالين نكرره، ونشرح الكلام ونقعد نكرره ونقرا فيه، نشرح الكلام ونقعد نكرره، فيعني ممكن تحسوني بقرا بس هو الكلام احنا شرحناه فعليا يعني. بيقول لك ان الميتوسيس بقى بيتكون من اربع ستيجز اللي هم البروفيز والميتافيز والانافيز والتيلوفيز. تمام، مهم نعرف في كل خليه او في كل مرحله ايه الحاجات اللي بتحصل فيها، عشان السؤال هنا يجي لك ازاي؟ اجيب لك حدث حصل في حياه الخليه، تمام، او في الانقسام بتاع الخليه، اقول لك هو ده بيحصل في البروفيز ولا بيحصل في الميتافيز ولا بيحصل في الانافيز كده يعني. فمهم نبقى عارفين ترتيب الاحداث او كل حدث بيحصل فين بالظبط. تمام، البروفيز هنسكمها ان هو بيختفي حاجتين وبيكون حاجتين، اكتب لي كده في البروفيز بيختفي حاجتين وبيكون حاجتين علشان تبقى عارف. ماشي، بيختفي ايه؟ بيختفي النيوكليولس اللي هي النوايه، وبيختفي النيوكليار ميمبرين اللي هو الغشاء بتاع النوايه، النوايه النواه. وبيكون ايه؟ بيكون اول حاجه السنتريول. دلوقتي الخليه كان فيها سنتريول واحد، لكن اثناء الانقسام احنا بنحتاج ان هم يبقوا فيه 2 سنتريول. تمام، فالسنتريول بيكون سنتريول جديد يعني، فبيبقى عندنا 2 سنتريول. ثم بيكون اللي هي خيوط المغزل، او بيبدا يتكون اللي هي اسمها سبندل سيلز او خيوط المغزل. تعال نشوف الصوره دي كده، ادي اول حاجه مفيش نيوكليولوس، انت مش شايف نيوكليولوس في النواه، ليه؟ لان هي اختفت. تاني حاجه هو رسم لك الغشاء بتاع النواه منقط كده، دليل يعني ان هو ايه بدا يختفي. تمام، فهو اختفى دلوقتي حاجتين، اختفى النيوكليولوس واختفى النيوكليار ميمبرين، ان الغشاء بتاع النواه. الكروموزومات بتبدا تبقى سايحه في السيتوبلازم، مش موجوده في النواه، او الدي ان ايه ما بيبقاش في النواه، بيبقى في السيتوبلازم. تمام، وبعدين احنا كان عندنا ادي كان في سنتريول واحد، بقى في 2 سنتريول. تمام، اتكون 2 سنتريول. طبيعي بقى ان هو بعد انقسام الخليه كل خليه هتاخد سنتريول، يعني ده هيروح في خليه وده هيروح في خليه ثانيه. تمام، بعد ما اتكون السنتريول بدا يطلع منهم اللي هي اسمها خيوط المغزل، اللي هي اللي اسمها السبندل، الميتوتيك سبندلز، اللي هي بتتكون من مايكرو تيوبيولز. تمام كده، اختفى حاجتين وكون حاجتين، اختفى النيوكليولس والنيوكليار ميمبرون، ميمبرين اتكون واحد سنتريول، وتكون الميتوتيك سبندلز او خيوط المغزل. لكن خيوط المغزل هنا كانت حاجه غريبه شويه، ليه؟ اصل المفروض خيوط المغزل ديت معموله عشان تمسك الكروموزومات ديت اصلا، ما هو في الطرفين انت عارف يعني فيما بعد ان الكروموزومات ديت هتبدا تترص كده في الطول الاستوائي، وتبدا خيوط المغزل ديت تمسكها كده من هنا ومن هنا، ماشي زي ما هنشوف كمان شويه يعني، وتتصل منها يعني. لا ده بص، خيوط المغزل اللي هنا الميتوتيك سبندل الواحد او خيوط المغزل الواحد طالع من من سنتريول راح للسنتريول التاني، ماشي، ما مسكش في كروموزومات ولا عمل اي حاجه. فقال لك احنا هنسميها خيوط المغزل القطبيه، اللي هي طالعه من قطب وراح القطب تاني من غير ما تمسك في كروموزومات، هنسميها بولر مايكروتوبيولز او بولر ميتوتيك سبندل، خيوط المغزل القطبيه اللي هي طالعه من قطب راح القطب تاني، ماشي. تمام، تعال نقرا الكلام كده. بيقول لك البروفيز a pair of centrioles directed to each pole of the cell، يعني دلوقتي احنا كان عندنا 2 من centrioles. صحيح، معلومه مهمه انه السنتريول بيكون سنتريول تاني، يعني دلوقتي احنا كنا واخدين في السيتولوجي ان السنتريول بيكون من بيرنت سنتريول ودوتر سنتريول. تمام، السنتريول ده ما بينقسمش مثلا فالبيرنت يروح في ناحيه والدوتر يروح في ناحيه، لا ده هو بيرنت ودوتر بيبقوا موجودين في ناحيه، وبيرنت ودوتر بيبقوا موجودين في ناحيه تانيه. تمام، فبيقول لك ابير اوف سنتريولز يعني اللي هو واحد بيرنت وواحد دوتر، ماشي، دايركتد تو اتش بول اوف ذا سيل، وكل واحد بيروح لبول من الخليه، يعني واحد بيطلع فوق وواحد بينزل تحت من اقطاب الخليه، ماشي. A set of microtubules اللي هي مجموعه من المايكروتوبيولز arises from the side of the centrioles is formed، اللي هي ايه؟ اللي هي الميوتريك سبندل او خيوط المغزل يعني، ماشي. These microtubules originating from one an area called microtubule organizing center، مجموعه المايكروتوبيولز اللي هي بتطلع من حته كده اسمها microtubule organizing center، اللي هي الحته اللي بتبقى موجوده حوالين السنتريول، كنا خدناها في شابتر السيتولوجي، اللي هو بص يعني انت شايف الخط ده والخط ده كده هو البير اوف سنتريولز اللي هو البيرنت والدوتر. طبعا الرسم فيها غلطه لان هما المفروض بيكونوا متعاملين على بعض بالشكل ده، هو رسمهم متوازيين، دي غلطه في الرسم، ماشي. شايف بقى اللي هي ايه الدايره ديت كده اللي هي ديت، تمام،
وطالع منها شويه خيوط كده، دي بنسميها مايكرو تيبيول اورجانيزنج سنتر. ديت اللي بتقدر تنظم المايكرو تيبيولز وتحطها في صوره الميتوتيك سبندر، او ان هي تقدر تطلعها وتوجهها كده ان انت تروح للسنتريول الثاني بالشكل ده كده يعني. تمام، فبيقول لك ايه، ذيس مايكرو تيبيولز اورجينيتنج فروم ان اريا كولد مايكرو تيبيول اورجانيزنج سنتر، او الاختصار بتاعها الام اي سي، كنا خدناها في السيتولوجي، ات ذا سنتريولز اند كولد انتر بولر مايكرو تيبيولز، اللي هي ايه المايكرو تيبيولز اللي ما بين القطبين، اللي هي مش متصله باي كروموزومات. ماشي، هنا المايكرو تيبيول طالعه من قطب راح القطب تاني ما اتصلتش باي كروموزومات في النص، فسميناها انتر بولر مايكرو تيبيولز. ديت مهمه. تمام، خيوط المغزل او المايكرو تيبيولز اللي بتتكون في البروفيز اسمها ايه؟ اسمها انتر بولر مايكرو تيبيولز. احط لك سؤال ام سي كيو. ماشي، از ايتش سيت ارايز فروم ايتش بول، يعني كل مجموعه بتطلع من كل بول، يعني الدواء البول دوت بيطلع مجموعه من المايكرو تيبيولز، والبول دوت بيطلع مجموعه من المايكرو تيبيولز اوف ذا سيل. بيقول لك الحاجتين اللي بيختفوا بقى، يعني احنا دلوقتي عرفنا الحاجتين اللي اتكونوا اللي هم السنتريول ماشي والمايكرو تيبيولز. الحاجتين اللي بيختفوا هم النيوكليولس بتختفي، از ديسابيرد اند ذا نيوكليير ميمبرين از بروكن اب، النيوكليولس بتختلف بتختفي والنيوكليير ميمبرين بيتكسر. ماشي، معلومه نستبق الاحداث، الاثنين دول هم اختفوا في البروفيز هيتكونوا في التيلوفيز اللي هو اخر خطوه خالص او اخر مرحله خالص. تمام، يبقى مهم تبقى عارف هم اختفوا امتى واتكونوا امتى. طيب الميتافيز بقى اللي هو الطور الاستوائي، دلوقتي احنا كنا خلصنا البروفيز، قلنا ان الغشاء بتاع النواه اتحلل والكروموزومات بقت موجوده في السيتوبلازم، وبدا ان انا دلوقتي بدا يتكون عندي مجموعه من خيوط المغزل اللي هي كان اسمها انتر بولر مايكرو تيبيولز. ديت مجموعه من خيوط المغزل ما بتتصلش باي كروموزومات، او اللي هي المايكرو تيبيولز ديت ما بتتصلش باي كروموزومات، هي طالعه من سنتريول راح للسنتريول الثاني واخده السكه في وشها على طول، ما وقفتش في النص مثلا تمسك كروموزوم ولا اي حاجه من الكلام دوت. تمام. في الميتافيز بقى ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه الكروموزومات بتبدا تصطف في منتصف الخليه اللي هي الطول الاستوائي او في خط الاستواء بتاع الخليه اللي هو بنسميه الايكواتوريال بلين. ايكواتوريال بلين يعني خط الاستواء. تمام، فهي بتبدا تترص كده في نص الخليه زي ما انت شايف في الصوره كده. تمام، وبيبدا يطلع مجموعه من المايكرو تيبيولز بتطلع من الكروموزوم وتروح تمسك في السنتريول. يعني دلوقتي المايكرو تيبيولز اللي ماسكه الكروموزومز بالشكل ده كده هي طالعه من هنا واتجاهها رايح كده، بتروح تمسك في السنتريول، يطلع من هنا كده يروح يمسك هنا، ويطلع من هنا يروح يمسك هنا. تمام، فيطلع كده ويطلع كده ويطلع كده، يعني مش ده، يطلع كده وينزل كده. تمام، الحته البيضه النقطه البيضه ديت اللي هو طالع منها الخيوط المغزل ديت بنسميها الكاينيتو كور. الكاينيتو كور ديت ايه؟ دي منطقه موجوده في نص السنترو الكروموزوم كده، بيطلع منها مجموعه من خيوط المغزل بتروح تمسك في السنتريول. تمام، خيوط المغزل ديت بقى احنا قررنا ان احنا نسميها كروموزومال مايتوتيك سبندل او كروموزومال مايكرو تيبيولز. ليه؟ لان هي طالعه من الكروموزومات ماسكه الكروموزومات وتروح تمسكها في تمسكها في السنتريول. تمام، على عكس مثلا شايف المايكرو تيبيول ديت اللي هي ايه طالعه من السنتريول دوت نازله لحد السنتريول الثاني ما مسكتش كروموزوم في النص، ماشي، هي واخده سكتها على طول. ديت اللي هي كانت اسمها انتر بولر. تمام، يبقى احنا دلوقتي عندنا اثنين او نوعين من المايكرو تيبيولز. اول نوع اللي هو طالع من الكروموزوم راح مسك في السنتريول سميناها كروموزومال مايكرو تيبيولز. نوع ثاني طالع من السنتريول راح مسك في السنتريول الثاني من غير ما يمسك حاجه بتاع الكروموزومات في النص سميناها انتر بولر مايكرو تيبيولز. قال لك في نوع ثالث كده ملوش اي 30 لازمه اللي هو المايكرو تيبيولز اللي شايف المايكرو تيبيولز دي مالهاش لازمه اصلا، ما بيسالش في انقسام الخليه ولا اي حاجه، ولكن هي طالعه من السنتريول وطالعه في اتجاهات مختلفه شبه اشعه الشمس كده. قال لك هنسميها استرال مايكرو تيبيولز. استرال يعني نجمي، يعني شبه النجمه كده اللي هو ايه تبقى طالعه شبه النجمه كده، ودي مالهاش اي 30 لازمه ولا اي حاجه، المهم ان احنا نعرفها وخلاص. يبقى احنا دلوقتي عندنا كام نوع من المايكرو تيبيولز اتكونت عندنا؟ اول نوع اللي هو الانتر بولر مايكرو تيبيولز، دي اول حاجه اتكونت. تمام، بتطلع من السنتريول تروح تمسك في السنتريول الثاني، اتكونت فين؟ في البروفيز. تمام، طيب ثاني نوع مجموعه من المايكرو تيبيولز طلعت من الكاينيتو كور اللي هنا اللي هو الحته البيضاء ديت اللي بتبقى في الكروموزوم وتروح تمسك في السنتريول. تمام، لما تروح تمسك في السنتريول سميناها كروموزومال مايكرو تيبيولز. تمام، طيب اخر نوع بقى اللي هي خيوط المغزل اللي طالعه في كل حته شبه اشعه الشمس المشرقه ديت سميناها استرال مايكرو تيبيولز اللي هي النجميه يعني. تمام، طيب بعد ما الكروموزومات اترتبت في المستوى الاستوائي دوت او في اللي اسمه ايكواتوريال بلين بتبدا خيوط المغزل دي تطلع من الكاينيتو كور وتوصلها بالسنترومير، بيبدا يحصل حاجه اسمها انتر ديجيتيشن ما بين الكروموزومال مايكرو تيبيولز والانتر بولر مايكرو تيبيولز. يعني ايه انتر ديجيتيشن؟ يعني تعشيق، يعني بيمسك
يمسكوا في بعض كده، تمام؟ لو افترضنا ديت كده عباره عن الكروموزوم المايكروتوبيولز وديت كده الانتربولر مايكروتوبيولز، الاثنين بيمسكوا في بعض كده ويمسكوا في بعض جامد، ليه؟ عشان تبقى قويه، تمام؟ يعني تحس ان هو الانتربولر مايكروتوبيولز ديت ماسكه الكروموزوم المايكروتوبيولز ديت ومقوياها وشاده فيها، تمام؟ عشان تساعد على عمليه الانفصال بعد كده. فبيقول لك ايه؟ في الميتافيز ذا كروموزومز دايركتد تو ذا ميد ريجون، بتترتب في الميد ريجون اللي هو خط الاستواء بتاع الخليه اوف ذا سيل اراوند ذا ايكواتوريال بلين. ايكواتوريال بلين يعني خط الاستواء. انذر سيت اوف مايكروتوبيولز، مجموعه اخرى بقى من المايكروتوبيولز كولد كروموزومال مايكروتوبيولز از فورمد، بتبدا تتكون فروم كروموزومال اورجانز. الكروموزومال اورجانز ديت اسمها كاينيتوكورز، اللي هي الحاجات اللي النقط البيضاء ديت، النقط البيضاء ديت هي اللي بتطلع المايكروتوبيولز اللي بتروح تمسك فيه السنتريول. المايكروتوبيولز اللي هي الكروموزومال مايكروتوبيولز، تمام؟ هي بتتكون منها كاينيتوكورز. وديت سؤال ام سي كيو، اقول لك الكروموزومال مايكروتوبيولز بتطلع منين؟ وعلى فكره حط لك في الام سي كيو اقول لك الكاينيتوكور والسنتريول، وكلكم هتروحوا تختاروا السنتريول وهتبقى غلط، وهتروحوا تحولوه على الشات بتاع الدسكشن وتساله يا دكتور هي مش المفروض تبقى السنتريول مش هو اللي بيكون المايكروتوبيولز؟ لا يا بابا، الكروموزوم المايكروتوبيولز بيكونها الكاينيتوكورز، تمام؟ بقولها لك اهوت في الشرح عشان هتغلط فيها في السؤال هعرف ان انت ما بتسمعنيش، تمام؟ بهزر طبعا، اسمعوا اللي انتوا عايزينه عادي. which is present in the centromeres، بتبقى موجوده في السنتروميرز. طبعا السنتروميرز ديت اللي هي النقطه اللي بتمسك السنتريولز مع بعض، اللي هو احنا عندنا بتمسك قصدي الكروموزومز مع بعض، احنا عندنا الكروموزوم اهوت اللي هو بيبقى موجود بالشكل ده كده، النقطه اللي بتمسكهم في بعض كده ديت اللي هي اسمها سنترومير، تمام؟ بتمسك الاثنين دول في بعض. بيقول لك ان هو بيتكون على الجناب بتاعها، يعني بيبقى فيه هنا كده وهنا كده كاينيتوكور. كاينيتوكور دوت يطلع مايتوتيك سبندل كده او مايكروتوبيولز كده، والكاينيتوكور دوت يطلع مايكروتوبيولز بالشكل ده كده، تمام؟ بيحصل بقى ايه؟ انتر ديجيتيشن. انتر ديجيتيشن يعني تعشيق، يعني هما بيخشوا في بعض كده. بتوين ايه؟ بتوين حاجتين، ما هو لازم حاجتين هما اللي هيعشقوا في بعض، كروموزومال اند سبندل مايكروتوبيولز، تمام؟ بيحصل تداخل ما بين الكروموزومال وما بين السبندل مايكروتوبيولز. ذا انتر ديجيتيشن انكريزز اند ديبنز، الانتر ديجيتيشن ده بيزيد يعني بيبقى اقوى يعني، ماشي؟ increases and deepens more and more. ال interdigitation والتعشيق ده يبقى اقوى واقوى until all points come in contact but with limits، يعني لحد ما هما تقريبا ال interpolar microtubules و chromosomal microtubules بيبقوا حاجه واحده، من كتر ما هما متصلين في بعض جامد بيبقوا كأنهم حاجه واحده، لكن برضو انا ببقى قادر افصل ان دي حاجه ودي حاجه، تمام؟ معلومه مش مهمه خالص يعني. بص انت ممكن تشخبط على السطر ده مش هيفيدك في اي حاجه ولا هيتسال فيه اصلا، ماشي؟ بيقول لك ذا سبندل مايكروتوبيولز اللي هي المايكروتوبيولز اللي بتكون قوه المغزى ديت باور از ديكريزد، بتبدا تضعف شويه. بات كروموزوم المايكروتوبيولز باور از مور اند بيجن، يعني اللي هو ايه؟ قوه المغزى اللي هي الانتربورال اللي هي ساعات بنسميها سبندل مايكروتوبيولز، ده الاسم الثاني بتاعها، ماشي؟ بتبدا القوه بتاعتها تضعف شويه، لكن الكروموزوم المايكروتوبيولز هي اللي بتبقى اقوى، ده طبيعي لان الكروموزوم المايكروتوبيولز هم اللي هيفصلوا الكروموزومات عن بعض في الاخر يعني، ماشي؟ عندي بيجن تو بول، بتبدا تشد بقى على الكروموزومات. اون ذا كاينيتوكور، بتبدا تشد في الكاينيتوكور دوت ان اوبوزنج دايركشن، على في اتجاهين مختلفين توورد ذا بولز اوف ذا سيل. يعني دلوقتي ادي اهي طبعا المرحله ديت من الانافيز اللي هي المرحله اللي بعدها، مش في البتاع ديت، بس دلوقتي ادي مثلا ايه اللي هي الكروموزوم المايكروتوبيولز اهي، وادي الكروموزوم المايكروتوبيولز اهي، بتبدا تقوى بقى وتقعد تشد 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 علشان تفصل الكروموزوم عن بعضه، وتبدا تودي مجموعه من الدي ان هنا ومجموعه من الدي ان هنا، ماشي؟ مجموعة من الكروموزومات هنا ومجموعة من الكروموزومات هنا، ماشي؟ بيقول لك ايه؟ احنا عندنا ثلاثة different types اللي احنا اتكلمنا عنهم، ثلاثة different types of microtubules fibers together from the mitotic spindle. أول حاجة يعني احنا عندنا ثلاثة أنواع من الميكروتوبيولز، تعرفهم زي اسمك علشان هقعد ألعب لك عليهم في الام سي كيو وأقعد ألخبطك فيهم في الام سي كيو. أول حاجة اللي هي بنسميها كاينيتوكور أو كروموزوم الميكروتوبيولز. كروموزوم الميكروتوبيولز اللي هي بتطلع من الكروموزومات أو اللي هي بتبقى ماسكة الكروموزومات. كاينيتوكور علشان هي بتطلع من الكاينيتوكور مش بتطلع من السنتريول، تمام؟ تاني نوع اللي هو البولر مايكروتوبيولز ديت اللي هي بتبقى طالعه من السنتريول وما بتبقاش ماسكه اي كروموزومات في النص. والاسترال مايكروتوبيولز ديت اللي هي ايه؟ بتبقى شورت مايكروتوبيولز اكستند اوت فروم ذا سنتروسوم توورد ذا سيلز بريفري، يعني بتبقى طالعه كده اللي هو ايه ديت، شايف؟ ادي السنتروسوم اهوت، ماشي؟ وطالع منه مجموعه من المايتوتيك سبندلز كده شبه اشعه الشمس كده، فاللي هو بنسميها استرال اللي هي النجميه، يعني بتبقى شبه النجمه، ماشي؟ يبقى احنا عندنا كاينيتوكور مايكروتوبيولز او كروموزوم مايكروتوبيولز هي بتطلع من الكاينيتوكور بتاع الكروموزوم تروح تمسك فيه السنتريول، وظيفتها ان هي اللي هتشد على الكروموزومات وتفصلها عن بعض. البورا مايكروتوبيولز يعتبر ملهاش لازمه انليس ان هي ايه بتمسك في الكروموزوم المايكروتوبيولز. الاسترال مايكروتوبيولز بقى دي بتبقى طالعه كده على الاطراف الخاليه وملهاش اي لازمه يعني، ماشي؟ تبقى شورت مايكروتوبيولز قصيره شويه، ماشي؟
تالت مرحله معانا بقى الانافيز. انا يعني انفصال، عارف جاي من كلمه اناتومي، اناتومي اللي هو فصل وتشريح، انا يعني فصل، تومي يعني تشريح او قطع، ماشي. فاللي هو علم الاناتومي ده هو علم الفصل والقطع، اللي هو انا بجيب جثه قدامي كده وامسك المشط اقعد افصل وادرس، افصل وادرس، افصل واقطع وادرس والحاجات دي. فانا فيز يعني المرحله الانفصاليه اللي هو ايه، تحس ان كل خليه بتقول لك انا، كل خليه انا عايزه، انا عايزه شويه دي ان ايه او عايزه شويه كروموسومات، تمام. فهو بيقول لك ايه، ذا سنترومير بتوين ذا تو بيرز، السنترومير اللي هو الحته اللي بتمسك الاثنين الاثنين كروماتيد بتوع الكروموزوم دول مع بعض كده، اللي هي النقطه اللي في النص ديت، بتبدا تنفصل بقى. از ديفايدد ذا سنترومير بتوين ذا تو بيرز اوف كروموزومز از ديفايدد، بتبدا تنقسم لونجيتيودينالي انتو تو بارتس، بتنقسم بالطول كده لجزئين. ذا تو اس كروموزومز سيبريت اواي فروم ايتش اذر، الاثنين اس كروموزوم بيفصلوا. يعني دلوقتي بص كده هما بالشكل ده كده، كان ايه انا عندي هو هنا كروموزوم بس دبل، ادي كروماتيد اهوت وادي كروماتيد اهوت، لما بيبدا يحصل الانقسام بيبقوا بالشكل ده كده. بص كده ادي اهوت، المفروض الكروموزوم كان عامل كده ماشي، لا راح جاي كروماتيد، كروماتيد راح هنا كروماتيد هنا راح هنا، يعني الكروموزوم الواحد اتشق نصين، نص راح كده ونص راح كده، تمام. علشان ده اللي هيبقى محور الاختلاف ما بينهم وما بين الميوز اللي هنتكلم عنه كمان شويه او في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، ماشي. بيقول لك اتش سيت اوف اس كروموزوم، كل مجموعه بقى من الاس كروموزوم هم كانوا دبل، لا انفصلوا نصين بقى اس كروموزوم. مايجريتس تو اتش بول اوف ذا سيل، بيهاجر ل اتش بول اوف ذا سيل ويز اكشن باور اوف كونتينوس مايكرو تيبيولز، اللي هي المايكرو تيبيولز دي هي اللي بتفصلهم عن بعض، ماشي، بقوه الشد، اكشن باور اللي هي قوه الشد بتاعت الكونتينوس مايكرو تيبيولز. اخر مرحله معانا بقى اللي هي التيلو فيز. دلوقتي احنا خلاص استقرينا ان دلوقتي بقى عندي مجموعه من المايكرو تيبيولز، مجموعه من الكروموزومات موجوده في قطب من اقطاب الخليه، ومجموعه من الكروموزومات موجوده في قطب تاني من اقطاب الخليه. قال لك افصل لي الخليتين عن بعض بقى، خلاص يعني هم الدي ان ايه انفصل، افصل لي الخليتين عن بعض. هفصلهم ازاي؟ قال لك بيظهر حاجه كده اسمها كونستركشن. يعني دلوقتي بيبدا ادي خليه هنا اهيت وخليه هنا اهيت، ادي هي لحد دلوقتي لسه خليه واحده اهيت، ماشي. لكن بيبدا انه ايه، يبدا يحصل كونستريكشن هنا كده، كونستريكشن يعني اختناق، يعني الخليه بتبدا تتخنق كده وتضيق، تمام، بفعل الاكتين فيلمنتس. فاكر الاكتين فيلمنتس كنا اتكلمنا عن الحته دي في الفيديو بتاع النيوكليوس، اللي هي مجموعه من الاكتين فيلمنتس بتبدا تعمل حاجه كده اسمها كونستريكشن رينج او دايره كده هنا، ماشي، بتبدا ان هي تنقبض وتخنق على السنتريولز لحد ما تفصلهم في الاخر، يعني تقعد تنقبض وتضيق تضيق 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 كده لحد ما تفصلهم. ساعات بنسميها كليفج فارو، شايف اللي هو ايه الكليفج فارو ده، لو تحس انه في حاجه عماله تخنق على خليه من هنا كده وعماله تشد عليها وتنقبض عليها كده لحد ما ينفصلوا في الاخر، ماشي. بعد ما ينفصلوا تبدا كل خليه تكون الغشاء بتاع النيوكليوس تاني اللي هو كان اتحلل في البروفيز، وتكون نيوكليوس اللي هي برده كانت اتحللت في البروفيز، ويبقى عندي اثنين خليه عادي كده، اللي هو نيوكليولاس ابليتوس او ري ابيرز، اللي هي نيوكليوس بتبدا تظهر تاني، والغشاء بتاع النواه يبدا يتكون تاني، وخلاص كده انا بقى عندي خليتين جداد، تمام. شويه الرغي يبقى اللي كاتبينه، يعني ده انا بديك الخلاصه اللي هو الكلام اللي انت ممكن تتسال فيه، ماشي، قبل ما نشرح الحاجه. وشرحناها بقى، بنبدا نقرا الكلام علشان ايه، عايزك تبقى قارئ الكلام وانت فاهمه، لكن الكلام اللي انا قلته قبل الشرح ده اللي انت هتتسال فيه او ده اللي موجود في الباراجراف، سواء ايه الهيستولوجي بقى بيحبوا يقعدوا يرغوا كده ويهولوا الكلام. بيقول لك كونستركشن انقباض از فورمد از ذا ميدل اوف ذا الونجيتد سيل، عند نص الخليه، ماشي، اللي هو الانقباض اللي بيحصل هنا ده بالشكل ده كده، تمام. At the middle of the elongated cell at the equatorial plane، عند خط الاستواء يعني في النص، يعني اللي هو في المرحلة دي، ماشي. This construction encircles the cell more، يعني بتبدأ ايه تحوط الخلية وتخنقها أكتر وأكتر، more and more يعني أكتر وأكتر، to become cleavage furrow، عشان تبقى اللي هي اسمها cleavage furrow دي، اللي هي ايه يعني اللي هي الحلقة ديت، أنا مش عارف لها ترجمة بالعربي يعني ايه أو كده، بس هي اسمها cleavage يعني انقسام، فرو اللي هو حاجة بتخنق كده، فالcleavage furrow اللي هي الحاجة اللي هتخنق على الخلية عشان تخليها تنقسم. بداية بتحصل بمسدد الاكتين فيلمنتس، ماشي. اكتين فيلمنتس ريبريزنت او بريزنت ان ذا سيتوبلازم، اللي بتبقى موجوده في السيتوبلازم وذ اذر سيتوبلازم كومبوننتس، بتبقى موجوده بقى مع الميتوكوندريا والحاجات ديت، يعني مع بعض المكونات الثانيه، بيكم اتراكتد تو ذا ايدجز اوف ذا كليفج فارو، يعني بتبدا تمسك كده في الايدجز بتاع الكليفج فارو وتبدا تشد عليها عشان تخليها تنقسم او تخليها تفصل، يعني اندر ذا سيل ميمبرين، تحت السيل ميمبرين، ما طبيعي هي بتفصل من تحت السيل ميمبرين، ماشي. كليفج ديبنز، يعني الكليفج بيبدا يعمق ويدخل اكتر واكتر، مور اند مور،
and become complete and the two cell become separate from each other. دلوقتي بنقعد نخنق عليهم اكتر لحد ما ينفصلوا عن بعض خالص. انا يعني مش عارف هو ليه مطول في الوصف قوي، ما تقول ان هو خنقت وانفصل وخلصنا يعني. يعني عمال deepens more and more to until مش ايه، ما تخلص يا عم. The nuclear envelope بعد ما انفصلوا بقى خلاص، the nuclear envelope بيتكون تاني reformed and the nucleus reappear again، والنيوكليولس بتبدأ تظهر تاني. كان نفسي اعمل مراجعه على الكلام ده سريعا كده، لكن التابلت فيه 1%، فلو فصل التسجيل كله هيضيع. فالسلام عليكم.